أهلا بكم من جديد في الآن. أعلن صندوق تحيا مصر سداد ديون 70 غارمة بمناسبة عيد الأم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عنهن، وذلك خلال احتفالية نظمها قطاع السجون بوزارة الداخلية تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي سجون بلا غارمين. هذا فيما أعلنت وزارة الداخلية عن الإفراج عن دفعة جديدة من الغارمات في إطار مبادرة الرئيس. نجوى استدانت لعلاج أخيها وزوجته التي توفت تاركة لها طفلين تعهدت بتربيتهما، انتهى بها المطاف خلف القضبان غارمة. جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لسجون بلا غارمين أو غارمات بردا وسلاما عليها، فكان الطفلين أول من استقبلوها بهدية عيد الأم، فهما لم يعرفا أما غيرها. استلفت، كانت يعني كنت بعالج والدتهم، كانت تعبانه وماتت، وابوهم ظروفه صعبه، مش بيشتغل، قاعد، وهي سابتهم صغيرين وانا اخدتهم بربيهم بس، فاخدت فلوس من الناس وجيت امضيلها يعني عليهم، والناس دي حبستني، والبركه في الرئيس، ربنا يبارك لنا فيه يا رب ويخليهم. كل سنه وانتم طيبه. بمناسبة عيد الأم أفرج قطاع السجون عن 70 غارمة بعد سداد مديوناتهم بتمويل من صندوق تحيا مصر في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لسجون بلا غارمين أو غارمات في احتفالية أقيمت لهذا الغرض. البعض منهن وصلت عقوبتها إلى 34 عاما. 34 سنة بكذا حكم شيك، يعني بصراحة أنا يعني ما كنتش متخيلة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل معانا حاجات حلوة خالص. ربي يخليه يا رب ويخليه لينا، بجد بجد هو أب لينا كلنا، أب للمصريين كلهم. قصتي كنت بجيب أجهزة ذبيحة، كانت والدتي كانت تعبانة وكنت بعالج وتوفت، كنت واخدة سنتين وثلاث شهور، أدي لي ثلاث شهور محبوس. الخطى نحو اللقاء تتسارع، تسبقها الدموع التي تتساقط حين تلتقي الغارمة بأهلها، لقاء كان من الممكن أن يتأجل لما بعد سنوات العقوبة المتباينة لولا هذه المبادرة الرئاسية الإنسانية التي عجلت بلقاء الأحبة في تجسيد لأسمى معاني التكافل الاجتماعي بين المصريين. أنا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي عمله معانا، وربنا يا رب يخليه ويبارك فيه. ضمنت أخويا وجوز أخته وسابني ومشي، بس وما دفعش حاجه، وانا اللي اتحبست وهو سابني، مرضش يدفع معايا حاجه. كل سنه وانت طيبه.